وهام. أسرة البرنامج تتمنى لكم مشاهدة سعيدة وتوصي بتوخي الحذر أثناء مشاهدة البرنامج وعدم الضحك أمام المدام وإزالة أي كوبايات أو مواد حادة من أمامها. سلامتكم تهمنا. أسرة برنامج مراتي فورتا. ممكن ست تقعد سنين نايمة على ودنها وتتفاجئ في لحظة إنها كان مضحوك عليها سنين. لو عايزين تعرفوا تعالوا نتفرج على الحلقة. يلا عرفني مين بقى. أحمد شريط. أحمد بندق مدرب جيم، مدرب سباحة. تمام. واشتغل ميكس بقى في كل حاجة. يعني احنا مثلا اتعرفنا في الجيم في حدائق الاهرام، اتمرنا مع بعض مره او مرتين ولقيتك بتعاكسني، فانا اللي ما رضيتش اجي اتمرن معاك عشان انت ترينر مش كويس. ما كنتش قايل ان انت خاطب وطلعت خاطب. اسمه احمد بندق. بندق. ايه ده؟ انت كنت اتفضل. انت كنت بتمرن في مكان صح؟ نعم. كنت كوتش او ترينر مش انت كابتن احمد بان؟ خش شويه. تعرفين منين؟ بس كان ليك اسم تاني كده. تمام كده؟ اسمك ايه؟ حبيبه. حبيبه. اتفضلي. انا جيت اتمرنت معاك قبل كده مرتين او ثلاثه تقريبا في الحدائق اعتقد. ايوه صح. بس من ايوه افتكرت. والله صح، انت كان ليك اسم تاني. استنى هقول لك. بندق. صح. انا كنت كان بيقولوا اسم تاني كده. انا كنت اقول لك يا بوبو، فتقعد بوبو. وانا كنت بقول يا بوبو بس انت كنت بس يعني انت كنت بندق. افتكرتك كنت بتعكسني من 3 سنين. مش مشكله. مش لا افتكرتك والله. شرف لي. حتى قلت لك انت صغنون قوي وبتاع ومش عارف ايه. يلا على مهلين. على مهلين. لسه بتمرن تاني ولا وقفت تمرين؟ الحمد لله مع الجيم كمان. فين؟ لسه فاتح جيم جديد في امبابة، وهفتح جيم كمان كام يوم في المهندسين. بس انت بتمرن فري يعني بتمرن برايفت صح؟ يعني ممكن تجي لي عادي؟ عادي مش مشكلة تحت عمرك. اوكي. حاضر. يلا حبايبي. يلا حبايبي. يلا. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا، برنامج المسابقات هو وهي. ناس كتير بتتجوز عن حب، وناس كتير بتتجوز بالعقل، وناس كتير بعد مده طويله من الجواز بتكتشف ان مش هو ده الشريك المناسب. زي ما انتم عارفين العالم كله دلوقتي بيستخدم الذكاء الاصطناعي الاي اي، اللي خلى ام كلثوم بتغني بصوت اصاله، واصاله بتغني بصوت شيرين، واحمد سعد قال لهم اختياراتي مدمرة حياتي. احنا بقى النهاردة هنعرف بالذكاء الاصطناعي الزوجين اللي معانا اختياراتهم موفقة ولا فيها كلام تاني. فاصل وهنرجع تاني مع ضيوف. بس انت كنت مش متجوز تقريبا لما كنا بنتمرن. كنت لسه في بداية كده هارة فتحة. بس مش فاكر امتى. يعني حاولت تفكريني مثلا امتى اللي احنا كنا مثلا بنتمرني فيها معايا. يعني انت جيتي الجيم مش من بعيد قوي، ده من سنتين. انا فاكره كان انا احنا يعني بعد ما اتخلقنا مع بعض بقينا اصحاب كمان. لا انا ضايقت منك في وقتها. يعني انا حتى قلت لك لا ده انا يعني اعتبرني اختك الكبيره اصلا. انتوا امتى اتجوزتوا؟ يعني امتى انت كنت لسه من سنتين مش متجوز او انت نصيبي. صغير. انا فاكره ان هو كان صغير. انت برضو نصيبي قد كده. انت مالك بتقولها بحصره ليه؟ ما الست جميله وزي القمر. شكرا. حكي ماشي. عموما الف مبروك. شكرا.
طب ايه تمام يعني، خليني اظبط معاك الموضوع ده، بس مش هتعاكس تاني. انا هقول قدام مراتك. عاكستك اولاني اصلا؟ لا انا مشيت من الجيم بسببك. بسببي؟ اوكي يلا انا اسف سوري. ورجعنا لكم تاني وهو وهي خير. ومع اول سؤال لحبيبه. حبيبه انت بتقدري تتحكمي في مشاعرك؟ يعني بنسبه قد ايه مثلا؟ خدي بالك ان الذكاء الاصطناعي هو اللي هيحدد اجاباتك مظبوطه ولا لا. 80% ولا 20 التانيين؟ لا مش قوي يعني. طب ايه الحاجه اللي ممكن تخرج حبيبه عن شعورها؟ محد يستفزني يعني، مثلا غيره، حد عاكس جوزك، حد قال لك موقف مش كويس. زي ايه؟ لا مش، ما فيش حاجه عن جوزي. طب لو حد عاكس جوزك مثلا؟ بنت تعكسه يعني؟ امال الولد هيعكسه يعني ازاي يعني؟ اكيد لا، اكيد مفيش حد هيعكسه. يعني هو بيتعكس، ده مجاله اصلا كله ستات. ايه المشكله يعني؟ بس هتعكسه قدامي يعني؟ ممكن، ما هو يعني ما مش اغلب الوقت تقريبا الرجاله بتقول ان هي متجوزه، فاحنا كستات بنتفاجئ. صح. طب نسال احمد نفس السؤال. احمد تتحكم في مشاعرك بنسبه كام في الميه؟ 100%. 100%؟ ده انت جامد جدا على كده. طب ايه اكتر حاجه ممكن تخرج احمد عن شعوره؟ ان موقف يكون خارج الطبيعه اللي انا شايفه مثلا في وجهه نظري. يعني لو حد عاكسها في الشارع اكيد ممكن يعني 100% دول يبقوا 0%. لا هي الست بتستفز من الغير، الراجل في كذا حاجه بتستفزه. انت ايه ممكن اكتر حاجه تخرج احمد عن شعوره؟ قله القيمه. دي موقف صغير يعني، مثلا حصل مثلا بيني وبينها وبيني موقف قبل كده، ان كنا رايحين رحله كده مثلا في وادي الريان، وهي كانت قاعده جنبي. لا بص لي انا، ما تبصلهاش هي. كانت قاعده جنبي وكان في كرسي عليه نسبه ميه صغيره. فصممت تقعد، عملت معاها مشكله كبيره جدا. كنت ممكن ساعتها. ده هي اللي قعدت على الميه؟ لا ده قالت لي اقعد انت على الميه. يعني هي قعدتك على الميه قدام الناس؟ ما كانش هيهمها اي منظري خالص، ودي يعتبرها قلت قيمه جامد جدا، وعملنا مشكله كبيره جدا بسببها. فدي مش حركه حلوه بامانه. صح بصراحه بجد، هي قلت من امتي ساعتها، انا حاسه بكده، بس هي عادي بالنسبه لها. لا بس انت ما تستاهلش كده والله. يعني انت بشوش بس يعني شخصيه برضو ليك هيبه يعني. كان في حد قايل لي برضو قبل كده، كان في حد قايل لي قبل كده، انا لما تيجي تتجوز اختار الشخص اللي فعلا يجي في وقت الهيئه يكون حاجه ليك كويسه. بس طبعا ايه حضرتك قلتي حاجه؟ لا مفيش، كمل يا احمد. ف انت بتحب اقول لك يا احمد ولا يا كابتن احمد؟ يعني انت ايه اكتر حاجه بتحبها؟ قولي لي يا بندق. لا بندق. سؤالنا الثاني لحبيبه. ايه اكتر حاجه ممكن تجذبك في الشخص اللي قدامك؟ ذوقه. طب لو قلنا عن احمد بقى، ايه اكتر حاجه جذبتك في احمد؟ كله. كله على بعضه؟ حلاوي. بكدش. ليكي حق. طب انت يا احمد قول لي ايه اكتر حاجه بتجذبك في الشخص اللي قدامك؟ وبرده السؤال المفتوح. طب انا عارفه اكيد رشاقة البنت اللي قدامك. لا هي فرشاقة زي الزفت. عشان نبقى عارفين. مين اللي زي الزفت؟ حبيبه؟ جدا. ليه يا حبيبه كده؟ كسوله شويه، بس هي بتحاول اللي هي. ده انت متجوزه راجل كابتن يعني ازاي؟ ايوه بنحاول نقلل نسبه الفات شويه او الدهون. طب انت اشمعنى كنت بتمشي كلامك هنا احنا في الجيم ولا حبيبه لا؟ ما عشان انا بحبها بقى كده. بتمرنا وبتمرمطنا. ما هي مش عايزه ازعلها عشان خاطر ما تقولش بقى انا بتحكم فيها، وانت عارفه بقى موضوع البنات اللي انا اتحكمت فيها. ايوه بس لو اكتر حاجه بتحبك في الست رشاقتها، يبقى ما ينفعش تسيب الست اللي معاك. هي بتحاول بتحاول. ما انت لو بقى بتحبها بجد تضغط عليها زي ما بتضغط على الكلاينت في الجيم. اضغط عليها ايه؟ اضغط على بطنها تخس مثلا شويه، ده اللي اقدر اعمله والله. صح؟ يا نهار ابيض يا احمد، مش على الهوا كده. لا على الهوا اصلا؟ طيب فاصل وهنرجع تاني مع ضيوفنا كابتن احمد وحبيبه. يا كابتن ما اعرفش عرفتني احنا. عن اذنك ثانيه. ايه العبط ده؟ والله وايه اللي ميه ونور وبتاع؟ ماشي خلصت؟ لا ما خلصتش، ده لسه المكنه. طيب انا المكنه والله المكنه والوقت. البنت دي ايه المحنه دي؟ البنت اصلا سيدة نتعرف على بعض ولا نتعرف على دماغه الاول وعلى دماغه.
والهبل اللي احنا فيه ده بجد. يلا نمشي. نمشي ازاي؟ هو مش عاجباني بصراحه. مش عاجبك ازاي؟ القعده دي. وايه اللي هقول لك ايه بودو ولا بوبو دي؟ يعني هتصاحبنا ولا ايه؟ هتفضل اكيد. بس انا ما كنتش متضايق خالص بس ما فيش مشكله اعمل كده. والله المذيعه خبرها بتبديلك؟ مش معانا اعرف. طيب مش هنخلص امتى بقى؟ ما اعرفش. بس شويه. بس شكلها حلو بس هي كبيره قوي. حاسس انها كبيره صح؟ اه. بس هي كانت الاول اصلا في لما ما خلاص بقى احنا هنفضل طول الحلقه نتكلم عليها. مش فاهمه في ايه. استغفر الله العظيم. انا مش قصدي انا اسفه على ماشي 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 ماشي. كده كده تخينه بعدين اه لما نشوف الحوار السخيف ده. تخينه خلاص عشان اقربها جدا. اقربها اقربها حربيه. انا الثعبان. انت الثعبان. والله صحية. ماشي يا جماعه عطلتكم شويه. ولا يهمك. طب انا تخنت شويه لما كنت بتمرن حبه صغيره. لا شيب جامد جدا. لا ما تهزرش. والله حلو. لا والله جميل جدا. يعني مش محتاجه اي طيب؟ لا لا انت مش عايزني اجي. نتكلم بعد. انا مش هاجي عشان ما عنديش وقت. انت هتحاول تيجي. بصي هنخلص اخد رقم تليفونك ونظبط الدنيا مع بعض. طب حلو تمام جدا اتفقنا. يلا يلا حالا ثانيه واحده. اوكي يلا ورجعنا لكم تاني. هو وهي وضيوف النهارده الكابتن احمد وحبيبه. حبيبه ايه اكتر حاجه بتحبيها في نفسك؟ كلي. اوه ده ايجو ولا ده غرور؟ ايه دي نرجسيه. ده غرور. ده غرور. انت نرجسيه صح؟ انت معترفه بكده؟ طب قلتي اه ليه؟ لا انا قلت انا نرجسيه بهزر عادي. لا ده انت المفروض ست بتاعت علم نفس. ده انت فاهمه اللي انت بتقوليه. احمد اجابتها هي هترد عليها. اما اجي لك انت بقى نشوف اجابتها. قولي لي انت اكتر حاجه بتحبيها في نفسك كلك. قولي لي صفه انت شايفاها احسن صفه فيك كحبيب. كشخصيه يعني ولا كشكل؟ إيه اللي انت حباه. طيبه. إيه طيبه بس هو مش باين على عينيكي بصراحه. طيبه يا احمد؟ جدا جدا. لا ليه بتقولها كده؟ طيبه ايه دي؟ مش طيبه. مش طيبه؟ لا والله. انت بتكدبي. ده الذكاء الاصطناعي طلعك كدابه. مش مهم انا عارفه نفسي كويس. اوه نفسك كويس. طيب هنرجع نسال احمد نفس السؤال تاني. اقسم بالله. ايه اكتر حاجه بتحبها في نفسك رغم ان كلك على بعضك بتتحب بقى بصراحه بقى؟ انا بحب التسامح. يعني انت راجل متسامح جدا. مع ان العقرب ده انتقامي. انت ازاي راجل متسامح؟ شفت عكسي ليك خالص. اه بحب اتسامح مع اي حد وبحب ابقى جدع على اي حد محتاجني في اي حاجه مهما كانت. بس اللي هيبقى قاسي او مش عامل لي قيمه او تقدير. يعني انت من طبعك انسان بتحب تساعد الناس. طبيعي 100%. وتعكسها. وعكسها. مش هعديها لك. بس انا برضه ما عكستكيش بس مش. فاصل وهنرجع تاني مع حبيبه وكابتن احمد ونستقبل بقى تليفوناتنا. استأذنكم هظبط حاجه واجي تاني. يا رب زي الحياه الحمد لله. انا هبقع في يوم من الايام على البتاع ده. هاخدها كده زحف لحد هناك. عشان ما يبقاش ايه. انت متضايق؟ لا. مالك؟ ماليش. مالك والله مش بهزر. كويسه. ما انا فاصل في ايه طيب؟ ايه اللي فاصل يعني؟ ما انا هبقى وشك ليه؟ انا براحتي. انت مش مندمج معاها وخس وشفته ما تقوم تعمل لي عمليه نحت. بقول لك شبه النقاشين. اه ما انا واخدها بالي. خليني في العجل بتلو اللي جنبي. لا اله الا الله انا بهزر. مش ده فاصل؟ ماشي. عايز تتكلم يعني؟ مش هتكلم. طب شاوري لامك. شاوري لامك. ايه اللي شاوري لامك؟ ايوه الحاج ما يا عم فك بقى الموت. العبط ده مش كفايه في الحقيقه. اعتبريها الزوجه الثانيه ليكي. ها؟ اه ايه يا رب صبرني يا رب. ما تقوم نمشي بقى. مش المكنه بتاعتك بره؟ انا معرفش. متسئل السكوتر. يلا بقى نمشي. جميله اتعرف عليها والله. ايه رايك؟ لا خلوه ياخدوه من هنا عشان بقى ما تخليهاش تيجي تاني عشان سخيفه. سخافه قنبله سخافه. ربنا جميله ده لما زي الفل. صندوق كده يعني. اعوذ بالله. اعوذ بالله. ايه هدي انت بتحبها. مفيش حاجه مش باينه على عينك. وانت مالك انت هتصاحبني؟ هي مالها؟ طب ربنا انت بتفهمي حاجه. ودكتوره على الفاضي. عمليه دكتوره علم نفس. بس بقى بس بلا علم نفس بلا جغرافيا. خلينا بقى كده. ماشي لما تجيلي كده اقول لها كده. لو انت ازقتيها. كابتن احمد السؤال ده ليك. خلاص يا جد. مش بتلعب انت.
ايه العبط ده ايه؟ بس الناس بتضحك عليا في اللوكيشن بس بجد ده حاجة تقرف. طب ربنا دماغها خفيف على فكرة كبيرة. خلاص بقى يا الله خلينا نخلص باليوم ما بيعديش ده. أما أنا كنت من أول ما سبق كنت كل ما أقول لها حاجة تقول لي مش باين عليكي وأنت شايفاني عندي 40 سنة؟ مش فاهمة يعني وإيه اللي مش باين علي مالي يعني؟ ما أنا قلت لك خلاص تجاعيدي طالعة عليا. أيوه أنت أصلا شنو بتفولي يعني؟ ماشي خلاص بقى. ماشي. هو مش قال ربع ساعة؟ طب إيه بقى؟ معرفش. بس أنا عشان التستس جاي دلوقتي. أنت مجنونة والله مجنونة. كمان لو حد سمع يزعلنا في اللوكيشن هنا. احنا قلنا حاجه عيب؟ عشان هزقنا هنا ليه ليه ان شاء الله احنا قلنا حاجه عيب؟ الناس بتبص لنا ما تبص لنا انا ما قلتش حاجه غلط. انت ما قلتش حاجه غلط؟ انت قلت كل حاجه غلط يعني بس كنت سكت لك في المايك ولا حاجه بتصنط علينا منه. بس الصنط انا قلت تستسامه لا يعني هي عيب انا شتمتها؟ لو عرفت حاجه تستس يعني صعبان مش عارف اتحكم في اعصابي معاها والله. والله لا على اساس بقى ان انا يعني سيبك بقى تتكلم معاها خلاص بقى باظ معاها كمان؟ يعني اول ما ربنا يكرمنا ونطلع في التلفزيون يعني احنا طالعين مع منى الشاذلي مخلص بقى كم تغضي فيها يعني انت بجد مستفزه اقسم بالله مستفزه جدا. انا غلطان والله اللي جبتك معايا. جود جوب والله غلطان. ماشي والله غلطان فعلا نستي مش سهله بسيطه براحتك. كنت مش قادره ما بال انا في ده هبل براحتك سهله سهله تمام نستك علينا عاجبك كده وربنا أصطلبة. أنا لو فتحت معاه وكلمنا بلشنا أجيب لها كل البقول اللي أنت بتعمليها. قول لها وما أخف اللي بعمل حاجات ولا إيه؟ اللي أنت بتعمليه فيا خليني أطلع من دماغي مش عارف أخف خلاص يعني هي دكتورة نفسية خلاص يا أستاذة يحيى الرخوي ربنا منك والله؟ أه والله تستسجد تستسجد ماشي ماشي يا حبيبي يا نصر في صوتها بيقتلني بص شكلها عامل ازاي زي القمر برضه تعلمي بص شعرها عامل ازاي ما فكرني المفروض انا اتضايق يعني ايه ماشي ربنا معايا بس ما شاء الله ما شاء الله جاي ما شاء الله بس طب بص عليها وجهها عامل ازاي قمر ما انا عارف والله العظيم بس طب بص كده ماشي طب ربنا فعلا زي الأرض خلاص يا حسين فهمي لسه والله كنا بنشكر فيكي وبنقول ربنا يحفظك يا نهار ابيض هات قلمك سيديك انا معاك ايه حصل؟ لا يا رجلي يا رجلي على طول بتطق من هنا فيتامين ناقص ده لا لا كويسة تاني مرة اتجزع النهارده لا كويسة؟ لا مش قادرة اتحرك طيب ممكن لو نجيب اي سبري مثلا او شريك سبري انت فاكر الاسترتشات اللي كنت بتعملها لنا دي اللي هي ترفع رجلينا وتشد المشط كده انا عايزه اعملها تاني عشان بلبس كعب طول اليوم مش قادره لا اكيد صح. بس اخلص بس خلاص ماشي وانت ظبط الدنيا مع بعض لا زود اعلان زود اعلان يا جماعه تاني مره الجزع النهارده لا في حاجه غلط سلامة معلش بس كنت مش عودة بس على الحاجات البلدي شويه حاجات ايه البلدي الحاجات اللي بترم العظم من الاخر يعني الاكل التقيل ده لا يا لا 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 بس هي مهمه صح لسه والله كنا بنسيتك في الخير والله الـ دايما بيجي لي شد في الكافز كده يا احمد نعم بيجي لي دايما شد عارف اللي هي الحته بتاعه الكافز دي حاضر اكلمها يا احمد تمام ف وانا ماشيه لابسه هيلز رجلي بتتعوج ليه بقى ممكن مثلا انت مثلا بسبب الهيلز العالي بيجي لي كرامب على الغفله وانا كرامب ده بسبب شرب ميه قليله جدا منك او البوتاسيوم مثلا ضعيف احنا نظبط مع بعض مثلا ايه رايك مثلا بعد ما اخلص بس انا والله محافظه على جسمي ومحافظه على التمرين لا هو الشيب مش يعني محتاج كلام ما شاء الله والله بجد زي القمر بجد ايه ده يعني مش هتمرني همرنك انا اوريدي خلاص وفري كمان لا بتهزر اقسم بالله فري مش هتعاكس قدام حبيبي لو عاكست هقول لها لا خليكم مع بعض ماليش دعوه انا بقى بس كده طب انا عندي كام لا قدام عشان امسكك من لسانك قدام ماشي يعني قدامي كام ليا كام سيشن فري ايه رايك ناخد 365 يوم الله الله كلهم فري لا بجد والله بتكلم ليه الحته دي بتشد عليا مع ان انا مثلا بتمرن 3 ايام في الاسبوع ايه رايك نظبط مع بعض مثلا
اجيب لك مثلا جهاز فايبريشن استخدم في البيت كويس جدا، ونستخدم البوتاسيوم، ولو عاوز اي حاجه في اي وقت كلميني. ليش لازم كده؟ اوبس اوبس. يلا يلا حاضر حاضر حاضر. اجيب لك ميه؟ طيب لا تمام تمام. يلا احنا كده 10 ثواني. سلام عليك. الله يخليك. تسلم لي. يلا يلا جاهزه. مش عايزين رغي كتير يا فندم. مش عايزين رغي كتير في الفاصل. انا بتطول في الفاصل بسبب ان انت بترغي مع الضيوف كتير. لا ثانيه واحده، ايه برغي مع الضيوف دي؟ بطلي رغي شويه مع الضيوف. لا هو انا برغي مع كل الضيوف، انا عارفه الكابتن. ايه المشكله؟ بره الحلقه. احنا اصحاب على فكره عادي. معلش افرض روح على طول. طب انا بعدين اللي حصل ده كان بايدي يعني. ايوه انت بتتكلم ايه الاسلوب ده؟ على فكره مش عايزه اكمل. يلا نمشي. ماشي احنا اصحاب برضو يا استاذ. لا لا اسلوبك مش لائق. يلا ستاند باي. بعدين هو ما ينفعش اجي له كلام وانا قاعد. هو بيكلمك بيكلمك ليه اصلا؟ مش 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 هنشوف بعد الكلام بعد الحلقه. ورجعنا لكم تاني هو وهي مع احمد بندق وحبيبه. هسمع النتيجه كمان ثانيتين وهقول لكم. معلش بس انا متضايق جدا لكلامك باسلوب مش كويس. لا عادي عادي مش اي حاجه خالص يا كابتن. كابتن عايزين نركز في النتيجه بتاعتك دلوقتي انت وحبيبه. ماشي. بس هو مخرج عصبي شويه زي ما انت بتعصب. هو نتيجه ايه دي؟ معرفش نتيجه ايه. نتيجه ممكن الاختيارات بتاعتك وبتاعتي. يلا بينا. ها فاضلنا قد ايه؟ والنتيجه هي جاهز تسمع؟ جاهز حبيبه. جاهز. بالذكاء الاصطناعي النتيجه بتاعتكم للاسف 31%. يعني كان مفيش توافق، كانك ما تعرفيش احمد مع انه حد سهل وبسيط يعني يتقري. لا عادي مش مهم النتيجه، المهم ان احنا عارفين بعض كويس. والنتيجه كل ايه؟ ما هو النتيجه بتقول لك احنا زي الزفت. عارفين ايه؟ يمكن دي حاجات هتبان في المستقبل. يمكن احنا قلنا ايه في اول الحلقه؟ بنعيش مع شريك حياه بنكتشف فيما بعد ان مش هو ده. بعد الفتره دي كلها انتوا بقالكم قد ايه متجوزين؟ احنا ما قلنا سنه. دي اول سنه دي ولا حاجه في الجواز. طب وقبلها بقى الخطوبه وقريت الفاتحه؟ يا بيبه يعني الراجل دايما بيبين كل حاجه حلوه وقت الخطوبه والجواز. بعدين بقول لك يا احمد ده كان بيعكس كل البنات قبل ما يتجوز. معاه مشكله بسبب البنات دي يعني. لا ما تنكر الذكاء الاصطناعي هيقول انت كداب ولا لا. انا عايز اقول لك على حاجه، انت طلعت صادق في حاجات بصراحه. ايه هي؟ يعني يعني هما بيقولوا لي ان اغلب ان انت تلقائي وعلى طبيعتك وان انت متضايق من حبيب علشان هي ست كتومه وبتنفجر. دي حاجه بتضايقك جدا. بتحس ان هي ست بارده مش بتعبر عن مشاعرها او ما بتعرفش تعبر عن مشاعرها. وانا ساكت الايام دي كتير جدا. انا عايزه اقول لك حتى ان ده كان باين من البادي لانجوج يعني. يعني هي قالت ان سوري يا حبيبه، طبعا دي مش 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 كلامي، ده كلام الاي اي، ان انت حد اجتماعي ودي مش قعده حد. هي اصلا مش عارفه يعني ايه اي اصلا. لا ليه يعني؟ ممكن تفهميها واحده واحده عادي يعني. لا هو الذكاء الاصطناعي والعالم كله دلوقتي بيستخدم الذكاء الاصطناعي. بس يعني انت للدرجه دي ما بتقريش ما بتتفرجيش على التلفزيون؟ لا انت مين قالك ان انا مش عارفه؟ لا مش انا اللي هو اللي انا ما اعرفش. لا انا عارفه. عارفه الاي اي؟ ايه هو الاي اي؟ قول لنفسك زي ما قلت لك صدقيني. يعني بسمع النتيجه بقول لكم اهو بامانه. ان دي مش قعده حد عنده ثقه في نفسه، دي مش قعده حد اجتماعي، انت حد قافل القعده قوي. مش مديه الاحساس بطاقه انت المفروض فاهمه الكلام ده كويس. لا مش مرتاحه بس. مش مرتاحه يعني دي مش طبيعتك يعني. انت قاعده بتمثلي يعني. النتيجه لما طلعت كده ما كانتش كده. لا مش مرتاحه للوضع. عشان خاطر انا وانت مثلا بنهزر في وقت مثلا. طب طلعني فاصل. طلعني فاصل. فاصل وهنرجع تاني نكمل بقيه النتيجه مع بندق وحبيبه. بتتضايق منك بالظبط لما انت بتيجي تهزري طيب معايا؟ بص انا اسفه على الموقف الاول اللي حصل ده. انا مقدره ان انت اتحمقت عشاني طبعا. فدي حاجه مش مشكله يعني. بس موضوع ده من التوافق ده مش بتاعتي بقى بصراحه يعني. يعني انا سامعه النتيجه اللي بتتقال. انت عارف ان هما خدوا منكم كل ده من البادي لانجوج وبصمه عينيكم بجد والله. حبيبه اوت اوف فوكس خالص. حتى لينزز ولا حاجه؟ وبصي انا ممكن تكوني مش فاهمه اللي انا بقوله قوي، بس انا بحاول اقرب لك يعني، بحاول افهمك واحده واحده. ايوه عشان فعلا انا درست اوت اوف فوكس بتاعتك وعينيكي. انت كنت قاعده فين؟ انا عارفه انت قريتيها ازاي برضه. انا بتقالي النتيجه وانا برضه بقول لكم. ف
فتقال لي ان انت فيك، ان انت مصطنعه، ان انت حد قافل حياته على نفسه كده قوي، مش اجتماعي، حد بارد او بيتبارد. فانت هتقولي هي بارده ولا بتتبارد؟ بتتبارد. بتتبارد جدا. يا بنتي ما ينفعش مع حد زي احمد كده. والنبي قولي لها. ايوه انت تنفعي معاه جدا. تنفع معايا؟ اه انت تنفع معاه جدا. انا ليه؟ تحفه، انتوا اتنين لايقين على بعض قوي. يا ريتني كنت صغنونه زيك كده، ما كنتش فوتت والله. يا احمد ده حبيبي، ده بس صغنون. طب اجي اوصلك؟ لا ما تقلقش، انا همشي تاتا دقيقه المره دي. خلي بالك. وفضل قد ايه بقى؟ بس الحمد لله. معرفش، بنسال. طب انت انا ما تتكلمش معايا خالص. وين ما تتكلمش معايا خالص؟ ايه اللي بقى؟ خلينا بقى نروح. هو عشان نروح انا قاعد. ماشي. عايز تروحي تطلع الله. تطلبك اوبر؟ تعالى كنت تظبط تطلب اوبر. انجزي يعني، هنكمل ولا تروحي؟ ايه اللي مضايقك في البنت اصلا؟ مش بس عشان الناس ما تبصش علينا. الناس ما تبصش علينا؟ يا ستي مالناش دعوه بالناس. اتخانقتينا بصراحه يعني، اتكلمنا على وحش وسكتنا. عندك عدم تفاهم، سكتنا. جد مش ضحك والله، ما شاء الله. الاستفزاز ده مش ضحك. والله استفزاز. ما حضنتهاش ليه؟ حاضر لما تيجي احضنها. ماشي حبيبي. ايه الشغلانه الخرا اللي احنا فيها دي؟ احضنها ازاي؟ انا مش فاهم. هو متجوز جاموسه؟ وقعت من البرج. انا غلطان. واحد من الدور ال 12 بس رجليها اتعوجت. طب ربنا لما مسكت دي يا ربنا، اعوذ بالله يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. فرق شاسع. اتعلمي اتعلمي اتعلمي. صوابعها بسكوت. وزير الحنيه. وزير الحنيه انا؟ عشان هاخد منها ميعاد واقعد معاها بكره نظبط شغل، ايه رايك؟ انت بتاخد رايي ليه؟ انا مالي؟ صح، انت مالك، انت فاهم حاجه اصلا؟ انت عايزك تفهمني بقى. وايه اللي ما تعرفيش؟ ايه وايه الهبل ده؟ انت فاكرني جايه منين انا؟ وربنا هو ايه، واخده ابتدائيه اصلا خالص؟ انت فاهم حاجه؟ انت بتقولي ايه هو؟ قولي لي ايه هو؟ تعرفي تقولي ايه هو؟ مش عايزه اعرف. مش انت عارفه؟ انا مش عارف. عايزين مين انت بقى؟ مع نفسي دكتوره وراحه وجايه اه والله كنت في كورس اكلينيك الصبح. اسمه ايه؟ كلينيكي. كلينيكي؟ لا يخرب بيت الفول الطعميه. اسمه ايه بقى؟ معلش بس عايزه افهم. انا ما بفهمش، انا مالي افهم حاجه؟ حاجه راجل جيماوي ماشي، افهم في الواي بروتين، في الاسترويد، في عضلات المصل، زي مالي ماشي. انت اصلا عايز تعالج نفسيا اصلا؟ صح. ايه ده، عرفت منين؟ شاطر ماشي. انا خليني مع والله مفكر ما اجي اسال اسمها ايه. عفي اسمها تست. اسمها ايه؟ طب ربنا على فكره، ربنا هيمدقكي جدا وهتغلي منها جدا، براحتك خليك. اول مره في حد مضايقك. ماشي. ايه رايك لو جبنا نور هنا؟ ايه النور هنا؟ بص الكرتون ده طبعا. انت احنا كرتون ايه؟ ده كرتون؟ انت متخلف عقليا ما شاء الله. شوف هسألها عيد ميلادها امتى ونعزمها عندنا في يوم، ايه رأيك؟ التزم الصمت. ايه؟ التزم الصمت. هو ايه اللي التزم الصمت؟ طب بلزمتك شبه نوره؟ والله شبه نوره. انت عارف انا بحب زق ده من زمان. ما اتجوزتوش ليه؟ جايه ما شاء الله عليها. ومسندها يا احمد. ومسندها؟ اه حبيبي، اسم الله عليك. شيلها بقى، شيلها حطها على الكرسي. شوف حبيبه بتقول لي اسندها عشان ما تقعيش تاني. اسلمي. انا مالك، تعالي. انا مالك. لا انا هرضي هنا عشان انت مش ماشي. انا مالك. برافو. تسلم. انا مالك. يا بندوقه. انا مالك. ده انت متجوزه راجل سكره والله العظيم. اه احنا عارفين الحمد لله. بتقولي حاجه حبيبك؟ بقولك احنا عارفين الحمد لله. ايه ده جدا، الفرق شاسع يا رب. اسمع عليكي حبيبي، بس انا مش عارفه ليه، انا حاسه ان انت مش عارفه احمد كويس. مش انت عارفه؟ لا يعني ممكن، يعني بصي ممكن يكون ده مس اندرستاندينج. انت شايفه ان هو كده، بس ممكن يكون دي طبيعته. هو هيلبفول، هو بيحب الناس، هو بيحب يعني هو اجتماعي عنك وداخل في الناس اكتر. فانت ممكن تبقى شايفاها حاجه مش اللي في دماغك خالص، انت شايفه من زاويه تانية خالص. احنا هو ولا ايه؟ مش على هوا، كلميها ولا ايه؟ لا لا مش هوا، لا لا مش هوا خالص. لما بيبقى هوا هتسمعي هيقولوا اطلعي. مفيش مشكله، منظرك وحش قدام الناس. فبصي يعني انت جميله، فانا مش عايزاكي بالطريقه دي تكسري. هو جميل، هو حد حلو قوي. فبصي الموضوع من زاويه تانية، فانت بطريقتك دي هتخسري.
جو وبتاع لا انا انا مش بحب كده انا بحب كده، مش هينفع ده مع الرجاله وخصوصا راجل برج العقرب. لو ما بقيتيلوش كده حاجه واو، دي الرجاله عامله زي الميه تتمسكش. وانت مين قالك انها مش حاجه واو؟ يعني يا ستي اضغطي على نفسك يومين ثلاثه بس، روحي اتمرني. انت مش سامعاك على فكره، قالت صوتك سامعيها؟ لا انا ما سمعتش والله. قالت ايه؟ قلت مين قالك انها مش حاجه واو؟ قلت لي ايه؟ مين قالك ان انا مش حاجه واو؟ لا يعني هو باين من طريقتك واللي هو لبسك قاله منظرك في مش كويس بالنسبه لها، عايزه تتظبط بس. منظرك مش كويس يعني، ممكن تكوني مركزه اكتر في حته دراستك، مركزه اكتر، بس صدقيني الحقيقه مش كلها كده. انت ست برضو والاكيد اللي هو بيقول لك ده عشان عايزك تبقي الاحسن، مش بيقول لك كده عشان حاجه. انت جميله، هو عايزك الاجمل، فاسمعي كلامه. ليه كسل بقى؟ يعني انت متجوزه راجل كابتن قد الدنيا. يا ريت يا ستي انا كان جوزي كابتن، ما كنتش وقفت تمرين ده مره. على فكره ايه احنا فيها؟ لا يا عم. يا عم انت اصغر مني يا عم، هو مش كتير، هم كلهم 4 سنين بس برضه. نرجع تاني. يلا عدل. يلا ورجعنا لكم تاني مع هو وهي حبيبه وبندق. احنا سمعنا الاجابات قبل الفاصل. انت راضيه عن اجاباتك؟ لا. انت راضيه عن اجاباتك؟ جدا. انت راضيه عن احمد؟ برضو. انت راضيه عن حبيبه؟ نص نص بصراحه. انتوا راضيين عليا؟ بصراحه انا صفر. ايه ده؟ صفر عليا انا؟ لا انا 100%. طب صدقي حلال فيكي اللي عملته فيكي بقى، حلال فيكي المقلب يا حبيبه. انت كنتي في مراتي في ورطه. الجزء الثاني لا تراجع ولا استسلام. يا راجل يا مستفز، حد معاه السكر دي عامل فيها كده يا راجل. قالت لي كلام عليكي بيبا. خلاص بقى احنا كل شيء انكشف في الموبايل. لا في البيت. حبيبي ايه رايك في المقلب يا حبيبي؟ تحفه ما شاء الله حبيبه. لا فكي بقى كده خلاص بقى بجد، اتضايقت جدا. هو ايه ده؟ دي بقى بصي للكاميرا وقولي ان انت موافقه تذيعي الحلقه دي النهارده. قصدي دلوقتي هتقولي كده يعني. موافقه. لا اسمع بصوت عالي. موافقه موافقه. صوت حبيبه في البيت. موافقه موافقه. اذيع الحلقه. موافقه اذيع الحلقه.